مش سامعين يا دكتور. الله يبارك. ده العريس بتاعنا، يعني نريد ان ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل ان يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله زواجهم مبارك ان شاء الله. الله يعزك يا دكتور. رب المشرقين ورب المغربين. شعت أنواركم علينا فأبصرنا بها طريقنا. طيب تعليم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء تكذبان؟ كل من عليها فان. طب عايزين بالحيل يا حياة حبيبك سيدنا النبي. كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله.
كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا عم الشيخ عايز تقولي بس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الله اكبر سيدنا الله اكبر. الله اكبر سامعك اهو عشان درك بس الدرك بس انما تنصرونا بمخه. الله ربنا يكرمك. هو ده خلي المدى شغال. هو بقى طلب يا سيدنا يا رب. كل من عليها فان كل من عليها الفصل بين البحرين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك نكذب ربنا لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا
لقد خلقنا الإنسان في كبد